جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القوي الخامل شيخ صالح، القوي لا مؤاخذة إذا قلت القوي البليد الذي لا يحسن التصرف ولا يحسن أن يتسبب في إغناء نفسه وأسرته، ما حكم تأدية الزكاة لمثله؟ القوي الذي يجد عملا ولكنه يتكاسل لا تحل له الزكاة. الله المستعان. إنما القوي الذي لا يجد عملا هذا تحل له الزكاة. نعم.